رقم ما يلفو دائما الا ما يجيش الا مخلفات كل البلاوي عندي ولا جنبين بالله عليك. قال المدير العام كلمته انا غازي ده قلنا يا مدير نشيل اللف البابي هذا البابي الحراره اللي هو البابي اللام اللي في المخلفات الحديقه ما اعرف الخد من الذباب ولا اعرف الخد من الناس. قال على فلان حول بينا عند واحد ثاني هذا نروح نجيب له على الضروري ياكل. هذا ها هذا القبل هذا حك ها قبل ما هذا الطعم الثاني الدراه قلنا لا بلدينا أنا رزيت أثر عليكم أنتم يعني بعدين.